العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا فيها بيخليها، سعدنا فيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا. شيف حكيم، تحب تقول ايه في اليوم الجميل؟ اول حاجه بنقول كل سنه وانتم طيبين جميعا يا رب، ويكون عيد سعيد على اهلنا وحبايبنا في الغربه، والحمد لله قدرنا نعمل حاجه حلوه كده للناس في الغربه في المانيا وفي هولندا وفي كل مكان، بس المره دي جت في المانيا. يعني انا عمر بحب اعيد على كل القناه 7 والتلفزيون المصري، بحب اعيد عليكم واقول لكم اتمنى لكم احلى عيد اضحى ان شاء الله. انا بحب اعيد على كل الناس اللي مفتقدينهم هنا في المانيا، كل الاهل والاصحاب. بحب اعيد على مامتي وبابايا واخواتي طاهر ومريم، وحشتوني وحشتوني قوي. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب نتجمع معاكم العيد الجاي ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبه يا ناديه وياشرين وكل الناس اللي بحبكم. قول لهم عيد سعيد، كل سنه وانتم طيبين. قول لهم كل سنه وانتم طيبين. انا بعيد على الشعب المصري، وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا بعيد على اهلي، محافظه اهليه، كل سنه وانتم طيبين، وامي العزيزه عليا. زي ما انتم شايفين يا جماعة، والله أحسن تحية لقناة الصعيد برنامج جاليري، ما شاء الله حاضرين معنا، وحاجة مشرفة جدا والله. ويا رب كده دايما يكونوا معنا في ظهرنا في كل حاجة، ويا رب كده نشرف مصر وإخواتنا العرب كلهم في الغربة. مع السلامة. القناة 7 كل سنة وهم طيبين، وأتمنى لهم التقدم والتوفيق إن شاء الله. يلا لهم باي باي باي. حابين نعيد على التلفزيون القناة 7 برنامج جاليري قناة الصعيد، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين من ألمانيا، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله.